كاين الوزير اللي راس عليه الوزير المعتمد المجالي راس الحكومه المكلفه بالعلاقات الاقتصاديه سعاده سفيره الهند في تونس السيده نجمه سيد سويلي سوسه مخرج الجمل مرحبا بك سادة أعضاء سكرة كل الناس سيد المدير التنفيذي للعمليات الدولية لمهام سيد المدير العام للتطوير لشمال أفريقيا والشرق الأوسط سادة المسؤولين في الإدارات المركزية والجهوية سادة الشركاء والمساهمين والمسيرين في المجموعات حرفائنا الكرام وضيوفنا الأفضل في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل الحاضرين الكرام الذين شرفونا بقبول دعوتنا لحضور حفل تدشين وافتتاح مصنعنا لتركيب الشاحنات الخفيفة من نعمان ولا يسعني إلا أن أشير إلى أن هذا المشروع الأول للمجموعة بعد الثورة له تعبير عن حرية الاستثمار والمبادرة طبقا لمبادئ الثورة التي حملت الأمان لكل قطاعات الشعب التونسي افتتاح مصنع لتأكيد السيارات إن شاء الله في المستقبل نقولوا مش فقط لتأكيد لتصنيع أجزاء كبيرة من السيارات ومن الشاحنات الموجهة للسوق التونسية وكذلك الموجهة إن شاء الله الأسواق المجاورة خاصة السوق الإفريقية اللي تتوفر على إمكانيات وفرص كثيرة بالنسبة للاقتصاد التونسي بالنسبة لوحدات الإنتاج التونسية لابد من تقديم تحية شكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز. قبل الثورة كانت القطاعات قطاعات الإنتاج وخاصة القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات محتكرة في أطراف معينة. اليوم بعد الثورة من له الإرادة من له برنامج استثمار لا يجد إلا التشجيع. C'est un plaisir et une profonde satisfaction. D'être parmi vous aujourd'hui à Medicars. Nous assistons aujourd'hui à plus qu'un débat, à plus qu'un début d'une unité en domaine de l'automobile. Il s'agit d'un début d'une collaboration entre le secteur privé des deux pays et une nouvelle étape importante dans la relance économique de la Tunisie. Je pense que c'est la première usine d'assemblage d'automobiles établie en Tunisie dans la période post-révolution. Elle est aussi le premier partenariat tuniso-indien à mettre en place durant la même période. Je suis heureuse qu'elle employerait 250 personnes. Alors, on assiste aujourd'hui à un commencement, un pas en avant, dans plusieurs sens. Le partenaire indien Mahindra est l'un des noms les plus réputés dans l'industrie indienne. Les véhicules de Mahindra ont une réputation de durabilité et robustesse et ils ont très bien réussi à entrer dans le marché des véhicules SUV 4x4 en Inde il y a quelques années avec leur meilleure vente de marque Scorpio. دونك المشروع دونك راس مال 12 مليون دينار شركه لتركيب الشاحنات الخفيفه للتاهيل بعد الحافلات والشاحنات الكبيره راس مال 12 مليون دينار قيمه الاستثمار الجملي 41 مليون دينار يشغل اليوم 85 طاقه انتاج 6 شاحنات في اليوم يوصل حتى 10 في البوست دونك نجموا اون دوبل بوست نجموا نخدموا حتى 20 او اكثر طوط انتجراسيون اليوم كي الناس الكل الموجودين 15% تقريبا 16% في السوق ممكن نحبوا نوصل حتى 30% اليوم الموجودين حاليا 35% في المصنع هذا قابل يعني قابل كل يوم قاعد يزيد خاطر اليوم نخدموا نخرجوا في 6 دونك باش نخرجوا 9 باش نزيدوا 3 4 ولا 5 بيرسون في كل بوست التصنيع لا التسويق في الفروع اما التصنيع ما نجموش يكون ثم فروع